اسامه، يعني اعتقد الكابتن عبد الباقي جمال النهارده عليه يعني حمل كبير ان هو طبعا يثبت نفسه للعيبه، يحاول ان هو يقدم مردود جيد من خلال مباراه صعبه امام انفي النهارده. بص طبعا احنا هنتكلم في حته عبد الباقي جمال، هي دي مش اول تجربه ليه في الدوري الممتاز ان هو كمدير فني ويقف على الخط ويدير مباراه، كان ليه تجربه سابقه مع نادي وادي دجله. الحاجه الثانيه ان واضح ان عبد الباقي جمال عنده شغل كويس في بيقوله مع بابا فاسيليو، وقدر يحفظ الراجل بيشتغل ازاي وفكره ازاي وشغال ازاي. معاه كمان من الحاجات اللي شجعت اداره غزل المحله على القرار بتاع عبد الباقي جمال ان موجود كابتن صابر عيد. كابتن صابر عيد هو مدير الكوره هناك، وتقريبا راجل لعب كاس عالم، وراجل كان مدرب انديه فترات كبيره في الدوري الممتاز اذا كان جوه مصر او بره مصر، فاشتغل فترات كبيره، فعنده خبره كبيره يقدر يساعد بيها الكابتن عبد الباقي جمال في السيطره على اوضه اللبس والسيطره على التيم وازاي يديروا الموضوع بشكل كويس في نادي غزل المحله. لو بصيت للموضوع، النتائج بتاعه بابا فاسيليو في الاخر 5 مباريات ما كانتش ترضي جمهور نادي المحله، بعكس البدايات. البدايات كانت قويه جدا، اشتغل بشكل كويس، قدر يجمع 18 نقطة، قدر يوصل بحاجة كويسة في ترتيب الدوري الممتاز، لدرجة إن في وقت من الأوقات كنا بنشوفه بين الثاني والثالث والرابع في الترتيب المتقدم. آخر 5 ماتشات اتعادل 2 وخسر 3، والخسائر كانت خسائر كبيرة ونتائجها كبيرة. خسارة من بيراميدز آخر مباراة 4-0، وكانت النتيجة ممكن تبقى أكبر من كده بكتير. خسارة 3-0 من المباراة اللي قبلها على طول من سيراميكا على ملعبه في قلب غزل المحلة، تعادلين، وخسارة قبلها من نادي فيوتشر. الأصعب إنه ما سجلش ولا هدف كمان في ال5 لقاءات دول. بالظبط كده، وكان عدد الأهداف اللي دخلت فيه في ال5 ماتشات أو في آخر ماتشين بالتحديد كان سبع أهداف. هو داخل فيه 15 في كل المباريات اللي لعبهم في ال10 مباريات، داخل فيه 8 أهداف، في المباراتين دول دخل فيه 7 أهداف، فده رقم كبير جدا. وكان مصر، ودي مشكلة الكرة اليونانية أو الكرة القبرصية، الناس اللي جاية من المدرسة دي، إن هم مصرين على رتم واحد وسيستم واحد، أنا ما بغيروش طول المباراة، إن أنا لازم أبدأ الهجمة من تحت، وأي تحت أي شكل وتحت أي ضغط لتيم غزل المحلة وهو بيلعب لازم برضو تلعب، حتى لو زميلك مضغوط، لو الحارس مضغوط، لو السيرد باك مضغوط، لازم تلعب بسيستم واحد. تجربة عبد الباقي جمال تجربة أتمناها يا رب إنها تنجح مع نادي غزل المحلة. مدرب الناس بتتكلم عليه إنه هو عنده خبرة كويسة، وراجل عنده فكر كويس بيقوله للعيبة، قريب من اللعيبة، بيشتغل معاهم بشكل كويس، يقدر يحقق معاهم حاجة إيجابية. النهارده بالنسبة له هو هيكتب اسمه وهيكتب يصنف نفسه مع جمهور غزل المحلة قبل ما يصنف نفسه مع جمهور الكرة المصرية، دي نتيجتها النهارده هتبان عليه. عنده غيابين مهمين جدا، حارس مرمى محمود الحضر اللي اصيب الماتش الاخير في صباعه، عنده احمد الشيخ الهداف بتاع التيم، عنده غيابات. هل هو هيقدر يحل كل المشاكل دي قدام منافس عنيد ومدير فني بيحب النواحي الدفاعيه دي كلها؟ حلول هنقدر نشوفها من عبد الباقي جمال خلال المباراه.